تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم إياه هيئة الصحة بدبي وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. بداية حاب أرحب فريق عمل البرنامج، عندنا بالإخراج عيسى سبيل وبالتنسيق ميرا الغفلي وبإعداد هاي الحلقة حسني البلاونة. صبحكم الله بالخير جميعا. هذه تحياتي لكم، محدثتكم دكتورة بدرية الحرمي، بكون معاكم إن شاء الله على مدار ساعة من الحين ورح نتناول العديد من المواضيع الصحية أو الطبية اللي تهمكم وتهم مجتمعنا، وكذلك رح نفتح قنوات التواصل بينكم وبين هيئة الصحة في دبي لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم أو أي اقتراحات ممكن تسهم تطوير الخدمات الصحية وتحسينها، وكذلك تحقيق رؤيتنا نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أحب أذكركم أرقام التواصل 600-55-1414، واللي تحاب يتواصل ويانا عبر الرسائل النصية 4006. اتذكروا أعزائي المستمعين، تواصلكم ويانا أكيد يهمنا ويسعدنا. عموماً مثل ما عودناكم نبدأ أول فقراتنا لهذا اليوم بفقرة التغذية، واللي راح تتكلم عن العسل وفوائده. وعشان نعرف أكثر عن هالموضوع بتكون معانا على الهواء الأستاذة عفرة بن كتة، أخصائي التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير عفرة. صباح جميل مع كل أمنيات الصحة والسعادة لمستمعينا. حياك الله في صحة وسعادة. يا هلا فيكم مستمعين، يا هلا فيكم عفرة. شو تخبرين المستمعين عن فوائد العسل؟ طبعا كل حد يعرف عن فوائد العسل، بس شو بتعطينا اليوم معلومات؟ طبعا اليوم بنتحدث عن العسل الطبيعي مضمون المصدر، مش اي عسل، اللي احنا عارفين مصدر ان هذا طبيعي. نعرف ان العسل تتنوع مصادر حسب الرحيق، ففي عسل ياخذونه من الزهور وعسل من افرازات النباتية، وفي عسل من الإخراجات اللي تتركها الحشرات، وبذلك يختلف أن هذه المصادر تعكس على لون، رائحة، قوام نوع العسل اللي إحنا نحصله الطبيعي. بتحصلينه متفاوت في السوق. عندنا مثلاً العسل اللي مصدره الفواكه الحمضية، وهذا يكون لونه أبيض، فيقولش العسل الأبيض. عسل البرتيم لونه أصفر، عسل دوار الشمس يكون ذهبي، عسل السدر يكون بني داكن، هو أجود أنواع العسل على مستوى العالم اللي هو عسل السدر. عسل السدر. إذا شو الفرق بينهم فوائدهم يعني الغذائية؟ القيمة الغذائية ما بين العسل الطبيعي، قيمة الغذائية يعني تفرق بشكل بسيط ما بين بعض، مش كثير، لأن تتأثر بالتربة، كمية المعادن اللي هي تأخذها، نوعية الأشجار الموجودة، يعني الاختلاف يكون بسيط جدا، لكن القيمة الغذائية الحقيقية موجودة. إحنا نقول إن العسل مثل أي عنصر غذائي، تنقلب منافعه إلى أضرار إذا إحنا خذينا كميات أكثر عن احتياجاتنا، لكن هناك قيمة غذائية هائلة من استهلاك العسل بكميات معتدلة وبشكل منتظم. إذا أنا خذيت مثلا في اليوم بمقدار للحرمة يقيسونها بمعلقتين صغار عسل، وللرجل يتحمل 3 ملاعق عسل في اليوم إذا هو كان يتعالج الحيوية منه. وبالنسبة للأطفال شو يعني ينصحون دائما؟ الأطفال ما يأخذون تحت السنة، ما نروم نعطيهم إياه لأن نوع البكتيريا الموجودة ممكن تضر فيهم. صحيح. فما نعطي فوق السنة، نقدر نعطي بس بكميات بسيطة ما نجازه. العسل غني بمضادات الأكسدة، وإحنا عارفين عن سرعة مضادات الأكسدة وكيف هاي مضادات الأكسدة تعمل على كبح الجذور الحرة اللي تسبب أمراض كثيرة وعديدة إحنا نعرفها. كذلك هاي مضادات الأكسدة اللي هي غنية موجودة في العسل تعمل على خفض ضغط الدم، الناس اللي عندهم ضغط مرتفع، تؤخر وتعالج علامات تقدم الشيخوخة،
مضادات الأكسدة تعمل على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطانات. لها خصائص مضادة للالتهاب وتعزز قوة الجهاز المناعي وتخفف من أعراض الحساسية، خصوصا إذا جبنا العسل الطبيعي وخلطناه مع حبوب اللقاح الموجودة في الأشجار، فيصير قوته كبيرة في أو غني أكثر بمضادات الأكسدة. بالإضافة أن هذا العسل يعمل على رفع بعض المركبات في الجسم، وتعمل بدور على إنتاج مركب يسمونه الميلاتونين. هذا يخلي عندك قدر كافي ووافر من النوم العميق للجسم، فبالتالي لما الشخص هذا يرقد بشكل مريح يخلي الجسم أكثر عنده استعداد لعمليات البناء والترميم فيه، فيكون الجسم أكثر صحي. كذلك عندنا تعزيز صحة الجهاز المناعي عند تناولنا العسل، لأنه مضاد للالتهابات ويلئم الجروح، خصوصا الناس اللي عندهم التهابات وعندهم قرح وما إلى ذلك، فهو له خواص مضاد للالتهاب، مضاد للالتهاب ويعني الهيلينج اللي هو التئام الجروح. كذلك مع تنظيم عمل حركة الأمعاء وعلاج عسر الهضم إذا هو جيد لصحة الجهاز الهضمي. بالنسبة لمرضى السكر من النوع الأول والثاني، دراسات أوجدت نسبة الكوليسترول السيء في دمهم ورفع نسبة الكوليسترول الجيد عندهم، وعلاج الالتهابات المصاحبة، لأن مرضى السكر دائما يعانون من العفونة والالتهابات، فهو يعالج الالتهابات، يخفض عندهم الالتهابات ويخفض عندهم الدهون الثلاثية. طبعا الدهون احنا عارفين انها تزيد بسبب تناولنا الزائد من السكريات المكررة ومن النشويات، فهو يخفض نسبة الدهون الثلاثية. كما اثبتت الدراسات العلمية اللي اجروها على 55 حالة، هاي عمل مقارنة بين هاي الأشخاص المتناولين العسل والمتناولين السكر المكرر، السكر المائد اللي احنا ناكله، وقاسوا تأثير على نسبة الكوليسترول في الدم، شافوا ان 6% خفض عندهم، 6% عمل على تخفيض نسبة الكوليسترول السيء، ورفع الكوليسترول الجيد 3%. هذيلا بالنسبة لمرضى السكر يعني؟ لا هاي لا مش مرضى السكر، هاي 55 حالة اللي عملوا عليها المقارنة. المقارنة هذه الناس يأخذوا العسل والسكر المتكرر. إنزين بالنسبة للناس اللي عندهم يعني مرض السكري، إحنا بعد مثل ما قلتي دائما الاعتدال وايد مهم، إنما يعني ناخذ كميات أكثر عن حاجتنا، خاصة الناس اللي عندهم سكري، صح ولا لا؟ كم تنصحونهم تقريبا؟ شوفي يعتمد، لأن في مقاييس معينة إحنا نشوف الريزستنس تبع الإنسولين الصباحي عندهم. يعني في ناس يقولك أنا آخذ معلقة سكر صغيرة الصبح من العسل، فنشوف هل هو عنده ريزستنس يرفع السكر بحيث إنه يكون نسبة السكر في الدم غير مقبولة أو مقبولة. إذا كانت مقبولة فما في بأس، أقول له ممكن أنت تأخذ كمية معلقة صغيرة من العسل الطبيعي كعلاج إلك، وأنا عارفة أنه في الريكورد أو في التسجيل غير مرتفع. أما الأشخاص اللي بياخذون كمية معينة ونحس أنه في ارتفاعات في السكر صباحي، فهاي لا، نقول له حاول تقلل أو توقف منه لغاية ما يعيدون التحاليل ويشوف نظام الغذائي ككل كامل. يمكن نظام الغذائي الليلي اللي كان ماخذنا على العشاء أثر على ارتفاع السكر الصباحي، فلازم بعدها إعادة جدولة الغذائية لهذا المريض. صحيح. طبعا العسل كل حد يعرف فوائده، وخاصة ذكرت في القرآن، يعني وأكيد يعني فوائد جدا قيمة، ومثل ما ذكرتي أنه يعتمد بعد على مصدر العسل نفسه. اي اهم شيء، اهم شيء ان احنا ما نكثر نوعيات نكثر الكميه، وان نختار النوعيه الطبيعيه المصدر، بحيث ان المعلقه هاي، شوفي المعلقه الكبيره هاي تعطينا فقط 64 سعر حراري وتعطينا 17 بس قيمه الغذائيه من العناصر اللي انا قلت لها، مضادات الاكسده ومضادات الالتهاب، هاي قيمه الغذائيه كبيره تكون فيه، بغض النظر عن السعرات الحرارية العالية، لكن قيمة الغذائية كبيرة. بالنسبة لمرضى السكر نحاول نحدد الكمية عشان مصدرهم، ونشوف نقيس السكر عندهم إذا في عندهم ريزيستنس ولا لا. وبالنسبة للأشخاص العاديين ممكن يخلون كروتين غذاء يومي صحي لهم، يأخذونه بمقدار معلقتين للحرمة وثلاث ملاعق صغيرة للرجل. صحيح. المهم هو الاعتدال في يعني تناول العسل.
زين، ونشكر لك استاذ عفرة من كنت اخصائي التغذيه العلاجيه بهيئه الصحه بدبي على هاي المعلومات القيمه وعلى هاي المعلومات الحلوه على هالصبح. ان شاء الله نكون في نلقاك ان شاء الله بحلقات ثانيه باذن الله. شكرا. اعزائي المستمعين، عقب ما عرفنا عن فوائد العسل وهميته بناخذ لكم فاصل الحين وبنرجع معاكم نكمل باقي فقراتنا لهاليوم. تريونا صحة وسعادة. أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية أعزائي المستمعين في برنامجكم صحة وسعادة. أحب أذكركم بأرقام التواصل 600551414، واللي حاب يتواصل معانا عبر الرسائل النصية 4006. فقرتنا الثانية لهذا اليوم تتكلم عن مشروع المسح الصحي بدبي. هذا المشروع انتهت منه هيئة الصحة بدبي أمس ولله الحمد بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء، واللي استهدف حوالي 2800 أسرة مواطنة مقيمة إضافة إلى التجمعات العمالية في الإمارة. وعشان نتكلم أكثر عن مشروع المسح الصحي بدبي يسرنا أن ناخذ على الهواء معانا الأستاذ خالد الجلاف، مدير إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات بهيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير أستاذ خالد. صبحك الله بالنور دكتورة. حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. الله يحييك، بارك الله فيك. ولله الحمد خلصتوا ما شاء الله من المسح الصحي بإمارة دبي. حابين نعرف مستمعينا شو أهداف هذا المسح الصحي وشو الجهود بعد اللي قامت به الفرق المختلفة في هذا الميدان. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تحدثنا مرارا عن أهمية المسح الصحي. المسح الصحي يعني يعطي صورة واضحة للوضع الصحي للإمارة حسب معايير محددة، يوضح المستوى الالتزام المجتمعي بمبادئ الصحة، يوضح مدى معاناة السكان إمارة دبي من أمراض محددة، بعض السلوكيات سواء كانت الصحية أو غير صحية المنتشرة بين الجمهور. هذا المسح يساعد في عملية التخطيط المستقبلي للخدمات الصحية والطبية في الإمارة. إذا كان هناك رضا عن الخدمات المقدمة، إذا كان هناك رضا عن حجم الخدمات، إذا هناك في احتياج إلى توسعة الخدمات، إذا كان هناك في حاجة إلى تحديد أو إرساء أنظمة وقوانين تخدم القطاع الصحي في إمارة دبي، كل هذه الأمور بإذن الله تعالى يعني من نتائج المسح الصحي سوف يتضح مدى الحاجة لأي منها. وفي النهاية الهدف هو خدمة سكان دبي سواء كانوا مواطنين أو وافدين أو العزاب أو فئة العمال. أنتوا استهدفتوا تقريبا 2800 أسرة مواطنة مقيمة. بشكل أدق هو 2400 أسرة. لما نقول 2800 دائما احنا نحط يعني هامش لإعادة بعض الفحوصات إذا لم نحصل على النتائج المرجوة من العدد الأصلي اللي هو 2400 فتصل إلى 2800، لكن الحمد لله كان نسبة النجاح تعدت تقريبا 90% وهي أكثر بمراحل من آخر مسح تم في عام 2014. ما شاء الله، يعني هذا يعكس يعني كبيرة. يعكس استجابة الجمهور لهذا المسح الصحي، صحيح؟ الحمد لله أن هناك في صار وعي، أن هناك في صار تقبل لعملية المسح الصحي، الناس صارت تعرف أن هؤلاء جاءوا لخدمتهم، أن هؤلاء جاءوا لأخذ بيانات تنفعهم في المستقبل، فكانت الحمد لله الاستجابة جيدة. وأيضا أنا أشكر الفريق اللي قام بعملية المسح الصحي من باحثين من ممرضين، هم أيضا استطاعوا أن يقنعوا الأهالي أو السكان بأهمية الاستجابة والجلوس إلى يعني الباحثين والممرضين وأخذ العينات متى ما يعني كانت الحاجة ضرورة إلى أخذ العينات.
ممتاز. إنزين أستاذ خالد، أكيد أنتوا واجهتكم بعض التحديات في هذا المسح، ممكن تذكر لنا بعض التحديات؟ التحديات قلنا في البدايات كان الناس ما هم عارفين يعني أهداف المسح يعني، ولكن مثل ما قلت مع مرور الوقت وأيضا مع الإعلام عن الموضوع عبر يعني الإذاعة والتلفزيون وعبر الصحف، الناس بدأوا يفهمون هذا الموضوع. الناس أيضا يعني مثل ما قلنا احنا راعينا في عملية الزيارات أن تكون هناك امرأة، بالذات في العوائل المحافظة التي يعني ترغب في أن الذي يقوم بأخذ العينات امرأة وليس رجل، فهذه كلها سهلت عملية التقبل. أيضا عملية اللغة يعني كانت في بعض في البدايات يعني بعض المشاكل باللغة، ولكن الحمد لله بمجرد انتهاء الأسبوع الأول رجعت الأمور إلى نصابها، وصار في يعني اللغة متداولة، هي اللغة التي الدارجة لدى الأسرة أو لدى المجتمع أو لدى المجمع السكني الذي كانوا يزورونه بالنسبة للعمال. فالحمد لله تم يعني تجاوز كل المشكلات ولله الحمد. لله الحمد. إنزين أستاذ خالد، تتوقعون الإعلان عن نتائج هذا المسح ممكن متى تقريبا؟ تخبرنا يعني. نعم، هناك البيانات الرئيسية أو المؤشرات الرئيسية إن شاء الله سيتم الإعلان عنها بعد منتصف إبريل بإذن الله تعالى، لأن الآن صحيح انتهينا من الزيارات لكن عملية فلتر البيانات وتحليلها ووضعها حسب المعايير أو حسب الخانات المتوفرة للإعلان عنها، إن شاء الله المؤشرات العشرين الرئيسية سوف يتم الإعلان عنها في منتصف بعد منتصف إبريل بإذن الله تعالى، وباقي النتائج إن شاء الله سوف تأتي تباعا، اللي هي الأكثر عمقا وأكثر تفصيلا سوف تأتي إن شاء الله تباعا بعد منتصف إبريل بإذن الله تعالى. إن شاء الله، وإحنا في انتظار هاي النتائج أستاذ خالد. أكيد أنتم راح تكونون الجهة التي أيضا ستستأثر بنشرها، لأن النتائج مثل ما قلنا هذه هذا المسح مهمة جدا، كما قلنا أن احنا راعينا السرية وراعينا الخصوصية بحيث أن لا نبلغ عن نتائج فردية، إنما نعلن عن نتائج مجتمع، نتائج إمارة ككل يعني. فالكل يبي يعرف أن خلال الأربع سنوات أو الخمس سنوات الماضية هل حصل تطور، هل صار تحسن، ونتوقع هذا الشيء إن شاء الله، وسوف نعلن عنه بإذن الله تعالى بعد منتصف إبريل بإذن الله تعالى. إن شاء الله. إذن أستاذ خالد، لو بس تذكر لنا بعض الأمور اللي تناولها المسح، يعني بعض المحاور المهمة اللي تناولها المسح. المحاور، محاور مثلا منها محاور المشاكل النفسية لدى المجتمع، مشاكل الخاصة بالسكر والضغط والقلب، مشاكل خاصة ب مدى الرضا عن الخدمات الصحية، مدى مستوى الصرف على النظام الصحي، قرب وبعد المراكز والخدمات صحيح. المقدمة، نوعية الخدمات المقدمة لهم، المشكلات الاقتصادية وأثرها على القطاع الصحي والعكس أيضا. هذه بعض ملامح هذه يعني هذه يعني المسوحات. هناك يعني تفاصيل دقيقة لمعرفة أعداد المرضى في كل أسرة الذين يعانون من بعض المشاكل الصحية، تأثير هذه المشاكل الصحية على نمط الحياة، هل تم دخول المريض إلى أقصد الذين تم استقصاء رأيه دخل إلى المستشفى خلال فترة زمنية، هل عاد إلى المستشفى بعد خروجه منه خلال فترة زمنية، ما هي العادات والسلوكيات المرتبطة بالصحة. صحيح، هذه النقطة وايد أيوة. مهمة هذه، خاصة نعم. أن الحين إحنا يعني نقارن فيها بين السنوات الماضية، هاي النتائج مهمة أن نشوف أن هاي السلوكيات أو العادات الصحية إن هل هي في تغير، هل هي في ازدياد، هل هي في نقصان، هذه مهمة كذلك. صحيح، كذلك الأمراض المزمنة ومدى توفر الخدمات الطبية لها،
إذا كان المريض مستمر على العلاج، هل العلاج متوفر بالقرب منه؟ كذلك هناك جانب قلنا اللي هي خاصة بمجتمع المرضى النفسيين، مدى يعني إدراكهم للأمراض النفسية التي لديهم، هل يعني يتم مراجعة أطباء نفسانيين، هل في تأثير هذا المرض عليهم وعلى أدائهم لمهامهم في المجتمع أو في مجتمع الأعمال أو في مجتمع الوظيفي إن كانوا موظفين. هناك يعني أسئلة يعني مثل ما نقول متكاملة، يعني قام الباحثين جزاهم الله خير باستقصاء آراء الجمهور حولها يعني وأخذ البيانات عنها، والتي نتوقع أن تكون يعني ذات فائدة جمة. إن شاء الله أكيد أكيد بيكون لها فائدة في بناء الخطط الاستراتيجية. نعم. نشوف شو نتائج هاي اللي هي المسح، ونشوف شو التدخلات اللي ممكن إحنا نسويها على أساس نعدل مثلا ونحسن من الخدمات الصحية. نعم صحيح صحيح. زين أستاذ خالد، عندك أي شيء تحب تضيف لنا إياه؟ أنا أحب أشكر كل من ساهم في إنجاح المسح الصحي، شركائنا في مركز دبي للإحصاء، كل الشكر لهم على الدعم اللي قدموه، الباحثين والباحثات والممرضين الذين عانوا كثيرا خلال فترة يعني قيامهم بالبحث، لأنهم كانوا موظفين وفي نفس الوقت بعض منهم كان يكمل العمل بعد الدوام ويذهب إلى المنازل لأخذ العينات أو للاستقصاء أو أخذ الملاحظات. هناك أيضا الجمهور نفسه، أنا أشكره على تعاونه وعلى يعني إدراكه لأهمية هذا المسح وقيامه بإعطاء البيانات، وبعد ما ضمن أن هذه البيانات سوف تكون سرية وسوف تكون فقط لغايات البحث والمسح الصحي. كل هؤلاء أشكرهم، أشكركم أنتم كمؤسسة إعلامية قمتم بعملية الترويج لهذا المسح، وكنتم يعني متابعين أول بأول لمراحل المسح الصحي. كلكم لكم الشكر على هذا، ونتأمل أيضا أن يكمل الفريق الآن من بيننا وبين مركز دبي للإحصاء الأدوار في عملية تحليل البيانات إن شاء الله، بحيث نحصل على بيانات تفيد بإذن الله تعالى المجتمع وتفيد باتخاذ القرار بإذن الله إن شاء الله. أستاذ خالد يعطيكم ألف عافية أنتم ومع فريق العمل وياكم، ونتمنى يا رب يعني هذا المسح يكون في خدمة مجتمعنا وخدمة القضايا الصحية اللي تهمه بإذن الله تعالى، ودعمكم مهم جدا لنا، وانا متاكدين انكم راح تستمرون في هذا الدعم باذن الله ان شاء الله باذن الله. استاذ خالد الجلاف، مدير اداره البحوث والدراسات وتحليل البيانات بهيئه الصحه بدبي، اشكر لك هذا الحديث الممتع، وان شاء الله نلقاك يا رب في حلقات ثانيه باذن الله تعالى. باذن الله تعالى. شكرا، مع السلامه. اعزائي المستمعين، الحين بناخذ فاصل وبنرجع ان شاء الله نكمل وياكم باقي فقراتنا لهذا اليوم، تريونا. صحة وسعادة. حياكم الله ويانا أعزائي المستمعين مرة ثانية في برنامجكم صحة وسعادة. أحب أذكركم بأرقام التواصل 600551414، واللي حاب يتواصل ويانا عبر الرسائل النصية 4006. الحين راح نتكلم عن موضوع مهم وهو فيتامين سي. مثل ما نعرف كلنا أن فيتامين سي يساعد على الوقاية من البرد وتسريع شفاء الجروح والوقاية من التهابات المفاصل، وكذلك تعزيز صحة القلب لأنه يقلل الالتهابات. وبعد فيتامين سي مهم للمناعة وتعزيز إنتاج الجسم للكولاجين وبالتالي تحسين ليونة البشرة. لكن هاي الدراسة اللي حين بنتكلم عنها دراسة أضافت يعني فائدة جديدة إلى قائمة فوائد فيتامين سي، هو أنه يخفض مستوى السكر بالدم. وبحسب الدراسة التي أجرت في جامعة ديكن الأسترالية، تبين أن تناول مكملات فيتامين سي يساعد على خفض معدل الارتفاع في نسبة السكر بعد تناول الوجبات بنسبة 36%. وأظهرت الدراسة التي نشرت في مجلة Diabetes and Metabolism أن تناول هالمكملات من فيتامين سي يفيد مرضى السكري، وخاصة من ناحية خفض ضغط الدم المرتفع،
اللي يساعد على الوقاية من مضاعفات المرض على القلب. وبحسب الدراسة، إذا تناول الإنسان 5 حصص من الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين سي وأيضا الألياف، أكيد بيتمتع بدرجة عالية من الوقاية من أمراض الضغط والسكري. ويساعد كذلك فيتامين سي على الوقاية من البرد مثل ما قلنا، وتسريع شفاء الجروح والوقاية من التهاب المفاصل. زين، هذه بالنسبة للدراسة. عندنا الحين فقرتنا الأخيرة واللي راح تتكلم عن برنامج تدريبي للقائمين على رعاية كبار المواطنين في مركز سعادة كبار المواطنين. هذا البرنامج التدريبي استحدثته هيئة الصحة بدبي للقائمين على رعاية كبار المواطنين في منازلهم، تدريبهم بهدف تحقيق الرعاية المثلى لهذه الفئة من المجتمع سواء في المنزل أو في مراكز الرعاية الصحية. عشان نتكلم أكثر عن هالموضوع ناخذ ويانا على الهواء الدكتورة سلوى السويدي، استشاري ومدير مركز سعادة كبار المواطنين بهيئة الصحة بدبي. حياك الله دكتورة سلوى. أهلا وسهلا. يا هلا، صباح الخير. مرحبا بك في صحة وسعادة. أهلا دكتورة سلوى، ممكن تخبرينا وتخبرين أعزائنا المستمعين وتعطينا فكرة عامة عن هذا البرنامج التدريبي القائمين على رعاية كبار المواطنين وأهميته؟ أوكي دكتورة، طبعا هذا البرنامج احنا استحدثناه في المركز نتيجة ملاحظاتنا ان اغلب كبار المواطنين اللي يجون للمركز كمراجعين خارجيين او حتى المرضى الداخليين المقيمين عندنا، في معاهم دائما يكون كير جيفر او راعي للمسن، ممكن يكون خادم، ممكن يكون سواق، ممكن يكون ممرض، او ممكن يكون حد من الاهل. فإحنا على قد ما نقدر بشكل فردي دائما نحاول نحن نعلمهم مثلا كيف يشيل المسن بشكل صحيح من الكرسي إلى السرير والعكس، كيف يأكله، كيف في شغلات معينة كيف ينتبه لها. فقلنا ليش ما نسوي برنامج بحيث أن احنا نحاول نحن نجمع الكيرجيفرز أو يعني رعاة المسنين ونعطيهم برنامج تدريبي بشكل مور بروفيشنال أو بشكل يعني محترف أكثر عن طريق محاضرات طبية تعطى من قبلنا إحنا، ونحاول نحن نغطي فيها مواضيع معينة اللي هي the most common أو أكثر المواضيع المنتشرة اللي تسبب مثل تشالنج أو تحدي لهم خلال رعايتهم لكبار السن. إنزين دكتورة، الفئات اللي استهدف البرنامج التدريبي هذه بالضبط؟ مثل ما قلت أي شخص يعتني بكبار السن، سواء كان شخص من الأهل، الابن أو البنت، سواء كان الخادم أو كان الدريول درايفر أو حتى التمريض المنزلي اللي يكونون من شركات. أي شخص يهتم بكبير السن he's more than welcome أنه يحضر معنا البرنامج التدريبي. زين دكتورة، ممكن تعطينا فكرة عن المواضيع اللي يركز عليها هذا البرنامج؟ أكيد، مثل ما قلت المواضيع راح تكون عبارة عن المواضيع اللي تسبب تحدي أو تشالنج في رعاية كبار السن، مثل موضوع التغذية. أوكي، شو هي الطريقة الصحيحة إن إحنا نأكل مثلا المريض الكبير بالسن أو المريض اللي عنده زهايمر مثلا، كيف يسبحون المريض، كيف يفحصون الجلد عشان يتأكدون أنه ما صار عنده قرحة سريرية، مثلا قياس المؤشرات الحيوية الفيتال ساينز، كيف يشيكون الضغط والسكر، كيف يعطون إبرة الإنسولين. في عندنا بعد لزقات خاصة تعطى لمرض الزهايمر، في لها بروتوكول أو طريقة معينة لوضعها، مرة في الإيد اليمين، مرة في الكتف اليسار، مرة في الظهر. هاي بعد هالأمور بنحاول نحن نعلمهم إياها، وكيفية منع السقوط أو أن الشخص اللي مع المسن يتأكد أن البيئة اللي هو فيها أو البيئة أو البيت أو الغرفة بيئة آمنة، ويحاولونهم يشلون كل الأشياء اللي ممكن تخلي المسن يزلق ويطيح ويتعور. فراح نحاول كل مرة أن احنا نغطي موضوع معين، وهذه ومع الوقت راح نشوف أصلا تفاعلهم، راح نشوف بعد شو الشغلات اللي هم يبغون أنهم يتعلمونها. فيعني we are flexible في أن احنا نعلمهم اللي هم يبغونه، بس يعني بصفة عامة هي المواضيع أو أساسيات الرعاية التمريضية من ناحية طبية ومن ناحية تمريضية ومن ناحية شوية علاج طبيعي بعد. ممتاز. إنزين شو تشوفين دكتورة تقبل المجتمع لهذا البرنامج أو مدى استجابته؟
والله شوفي، مجرد ما أعلننا بشكل داخلي عن البرنامج الكل أبدى استعداد، من الكير جيفرز أو رعاة المسنين الكل أبدى استعداد أنه يشارك، حتى الممرضات. يعني البارحة كان عندي ممرضة هي من شركة تمريض منزلي، فأنا بروحها أقول لها يمكن البرنامج يكون بالنسبة لك وايد سهل، قالت لي ما علي أنا بعد حابة أن أنا أحضر. شوفي دكتورة، في أمور إحنا تعلمناها من خلال التعامل اليومي مع كبار السن، في أمور مثلا ممكن ما تكون مكتوبة في كتاب. بعطيك صحيح. مثلا مثال بسيط، احنا تعلمنا الحين انه لو عندنا مريض عنده زهايمر وانا ابغى اعطيه شيء ياكله، من اليوم رايح ما راح اعطيه اي شيء ياكله بدون ما اقشره، سواء كانت موزة لازم اقشرها، سواء كان شوكليت لازم افتحها، لانه صار قدامي مرتين ان المسن اللي عنده خرف اكل الموزة مع قشورها، اكل الشوكليت مع القرطاس، عرفتي؟ فهاي الامور احنا نتعلمها وذا ديلي براكتس عن طريق تعاملنا مع كبار السن، صحيح. احنا تعلمناها. فحابين ان احنا هاي الهنتس او هاي يعني الشغلات البسيطة اللي وايد تفرق، حابين ان احنا نوصلها للكير جيفرز. من ضمنها بعد موضوع انه كيف يتعاملون مع شخص عنده زهايمر وفجأة عصب عليهم، صح، كيف وهذه يتصرفون وياه او كيف يتواصلون وياه اكزاكتلي بالطريقة الصحيحة. بالضبط، وهذه اكثر مشكلة تواجه الاهل. هذا الشيء اللي احنا لاحظناه، ان المسن لما تي له هلاوس واعتقادات خاطئه ويقول والله البشكاره تبى تسممني او حطت لي سم في الاكل او whatever، تلقين الاهل لا يعني يتناقشون وياه ويتمون، يعني يصير موضوع مجادله انه لا ما تبى تسممك، ويصير الموضوع هو يعصب بزياده وما ينحل الموضوع. فهالامور احنا وينو يعني احنا عارفين كيف نتعامل مع كبار السن اللي حالاتهم صعبه، فهاي الامور اللي نبغى نوصلها للكير جيفرز. ممتاز. إنزين دكتورة، يعني مثل ما ذكرتي إن هذا البرنامج التدريبي يعني يتناول عدة مواضيع عندكم. إنزين يعني أنت شو تتوقعين إن برنامج مثل هذا يعني أثره على يعني الضغط على المراكز مثلا الصحية أو مثلا على طبعا. صحة كبار المسنين، شو اللي شوفي البرنامج لما يكون عندك كير جيفر أو شخص راعي للمسن بمؤهلات عالية وعنده معرفة كيف يتعامل مع حالات الإمرجنسي، كيف ينتبه أن هذا المسن تعبان. في مرضى يعني أنا لاحظت أن تلقين الكير جيفر موجود مع المسن، والمسن مثلا تعبان ويعني وحالته يعني درجة الوعي مالته مش مضبوطة، والشخص هذا اللي وياه مش منتبه لهذا الشيء. صحيح. فإحنا لما نزيد الأويرنس أو أن احنا يعني ان نحسن مستوى الشخص اللي هو راعي للمسن، شيء طبيعي ان الكواليتي اوف سيرفيس او نوعيه الخدمه، جوده الخدمه المقدمه لكبير السن راح تتحسن. شيء طبيعي ان لما الكير جيفر يقدر انه هو يشيك السكر في البيت ويشيك الضغط في البيت ويعطي الانسولين، هذا بعد راح يقلل الكوست أكيد او راح أكيد. يقلل زيارات هذا الشخص المسن للمستشفى يمكن هو مثلا ما يحتاج ياخذ يعني الانسولين. العيادة أو يجي المستشفى، ممكن بالضبط، في أمور وايد يعني they can handle it في البيت لو كان الشخص اللي يعتني بالمسن عنده الدراية الكافية. ممتاز. إنزين دكتور، البرنامج التدريبي هذا هل أنتم بتكونون بطريقة مستمرة تعطونه للناس اللي يعتنون بكبار السن، إن يعني شاء من الله كل فترة وفترة، أو إن إنه شاء الله. برنامج مرة واحدة، ولا كيف؟ لا 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 لا، لأن المواضيع وايد، لأن إحنا يعني خلينا نكون عمليين، إحنا يصير نتكلم عن الكير جيفر اللي جاي مع المسن، خلال مثلا المسن جاي يسوي فيزيوثيرابي، فاحنا ما نبغى نعطل هذا الشخص عن رعايته للمسن. لما يدخل المسن يسوي الفيزيوثيرابي راح ناخذ الكير جيفر هذا لمده ساعه فقط، اللي هو اللي فشيء يعتني طبيعي ان الموضوع بكبير راح السن. يتكرر في اكثر عن مره انزين علشان نقدر نغطي كل رعاة المسنين اللي انترستد في البرنامج واللي سجلوا اسمائهم معانا. يعني انتم تاخذونها فرصه يوم تشوفونه جاي عندكم المركز مع كبير السن تعرضون عليه فكره البرنامج هذا. هي. والحمد لله كل اللي عرضنا عليهم الفكرة كانوا وايد متشجعين، وإن شاء الله باكر رح نبدأ أول سيشن أو أول ساعة تدريبية إن شاء الله بالتوفيق يا رب. زين دكتورة، منو اللي يعني مسؤول عن هالبرنامج؟ موظفي المركز طبعا بكافة تخصصاتهم، الأطباء والممرضين وأخصائي العلاج الطبيعي، وراح ندخل بعد أخصائيات التغذية السريرية يكونوا معنا، وبعد متعاونين مع شركة تمريض منزلي بعدهم يعني تطوعوا ومشكورين أنهم بعد يساعدونا في موضوع التدريب. إنزين دكتورة، بالنسبة للبرنامج هذا هل بيكون هناك في نوع مثلا من قياس مدى نجاح البرنامج؟ يعني هل أنتوا أكيد بتسوون زيارات بتشوفون؟
لا راح نسوي مثل بري اند بوست تيست، او يعني اللي هو اختبار اختبار ما يعني. قبل وبعد، نتأكد ان المعلومة وصلت. راح نسوي طبعا استبيان، نشوف رضا رعاة المسنين عن البرنامج، شو الشغلات الزيادة اللي هم يبون نحن نسويها. لان مثل ما قلت لك دكتورة، احنا اوريدي يعني على مدى سنوات ياسين نسوي هاي الشغلة، لكن مو بشكل يعني رسمي، يعني بشكل ودي. مثلا انا ممكن اجلس مع بشكارة مسنة عندي وأجلس أعلمها كيف تهتم فيها from A to Z، لكن ما سوينا هذا الشيء بشكل منظم. فالحين راح نتعلم من الكير جيفرز، راح نشوف شو احتياجاتهم، راح نشوف الفيدباك منهم صحيح. بناء على هذا البرنامج. وطبعا أكيد في بري أند بوست تيست، نتأكد منهم أنهم مو بس حضروا شيء على الفاضي، يعني لا حضروا وعرفوا وصلت لهم المعلومة اللي احنا نبغاها توصل. وطبعا على قد ما نقدر راح يكون الموضوع بشكل جدا مبسط وبأسلوب، لأن في فاريشن، في اختلافات في الناس. في ناس صحيح. ممكن يعني مثلا لما أتكلم عن ممرضة غير يعني لما أتكلم عن سواق، فراح نحاول على قد ما نقدر أن الفكرة تكون بسيطة وتوصل للكل. وبعد يعني طريقة التواصل سواء كان باللغة ايه يعني في أكثر من بتراعونه لغة أكيد. أكيد. إنزين ايه. دكتورة، يعني مثلا شو أكثر المواضيع اللي تواجه مثلا رعاية كبير السن، أكثر المواضيع المهمة؟ موضوع الزهايمر، مريض الزهايمر هو أصعب مريض ممكن الأهل أو الكير جيفر يهتم فيه. موضوع قلة النوم أو يعني خربطة النوم لدى الناس الكبار، هاي الأمور كلها هي التشالنجز أو هي التحديات. يعني ليش الشخص الكبير ليش الراعي المسن بيتضايج من المسن؟ إذا كان المسن عصبي، إذا كان المسن عنده خرف وتيلة، تهيؤات وهلاوس بصرية، يتحسب أن في ناس مثل ما قلت يعني ممكن تأذيه وهذا الشيء مش صحيح. هاي الأمور هي الصعوبات. يعني الأمور الثانية مثلا لو تلقين المسن واعي، لكن أوكي عنده سكر، عنده ضغط، يأخذ أدويته، إذن أموره طيبة. لكن فعلا التشالنج من يعني خبرتنا هاي أكثر المواضيع اللي هي عندكم. أكثر شيء متعب للأهل هو موضوع المريض الزهايمر اللي عنده behavioral issues أو اللي عنده سلوكيات عصبية متعبة للأهل وللمريض نفسه. إنزين دكتورة، هالبرنامج ممكن مثلا يتضمن يعني مثلا مواضيع تخص الناس اللي يهتمون بكبار السن، مثلا طبعا يعني مثلا فترة وفترة تعرفين واحد يكون مثلا متضايق، مثلا يكون عليه ضغط نفسي، في مواضيع تخصه؟ إيه أكيد. إحنا بعد من ضمن الشغلات اللي إحنا نقدمها في المركز هو ملتقى أصدقاء مرضى الزهايمر، هذا سبيسيفيكلي للأهالي والكير جيفرز اللي عندهم مريض زهايمر في البيت. هذا الملتقى نسويه بشكل دوري علشان نزيد الأويرنس أو توعية. المعرفة، معرفة الناس، توعية بمرض الزهايمر وكيف يتعاملون مع المريض، كيف يضبطون نومه، كيف يضبطون يوم المريض. لأن من ضمن يعني من أهم العلاجات لمرض الزهايمر هو موضوع أن المريض يكون عنده ديلي روتين، يعني روتين يومي في حياته يعتمد عليه ويسويه بشكل يومي. مثلا يقوم الصبح وقت معين، يتريق وقت معين، يتغدى بوقت معين، يجي عندنا المركز في وقت معين. هاي الأمور هذه أكثر العلاجات اللي هي الفعالة في علاج مرض الزهايمر. وهذا اللي احنا نحاول نحن نسويه من خلال مرضانا الأوت بيشنتس اللي يجونا. لما يكون عندهم ديلي روتين لاحظنا أن أمورهم تحسنت، السلوكيات صحيح. والتعامل معهم صار وايد أحسن. وهذا بعد يخفض الضغط النفسي على اللي طبعا يهتم بكبير السن، طبعا لأنه بعد طبعا فترة لفترة يحتاج مثلا يحتاج بريك، بريك، يحتاج راحة بريك يعني طبعا شوي، طبعا صحيح، عشان يرد يجدد نشاطه أو حتى طاقته، يعني يرجع طاقته إنه يرجع يهتم بهذا كبير السن. إنزين، هذا صراحة هذا برنامج فعلا أنا أحس محتاجينه في مجتمعنا، أكيد. وخاصة إنه يعني إحنا ما نقدر نعتمد كل الاعتماد على المراكز، وانتم ما شاء الله ما تقصرون مع الطاقم الطبي، ما شاء الله عليكم، فيكم الخير والبركة، لكن يوم يكون عندنا حد في البيت مهيأ أو مؤهل، أكيد هذا الشيء بيخفف وايد أشياء صح، وبيحمي يعني هذا الكثير من الشيء اللي لاحظناه. يعني أنا مثلا مرات أزور بعض المرضى في بيوتهم، لما أوصل المسج للشخص اللي هو اللي يهتم بالمسن وأقول له أنا I want كذا وكذا وكذا، كل يوم تشيك لي هذا الشيء، السكر، الضغط، لو السكر مثلا هل كثر تعطي، هل كثر إنسولين، يعني بعد فترة المريض بيكون يعني he will be able to master it، يعني بيكون عنده قدرة أنه هو
طبيب نفسه يعني مثل ما نقول احنا. يتخذ القرار الصح صحيح بالنسبة لرعاية المسن، صحيح. وبالتالي accordingly أكيد بيقلل الزيارات للمستشفيات وللمراكز. صحيح دكتورة، وهذا اللي خلانا الحين يعني نتحمس ونسألك عن الخدمات اللي يقدمها مركز سعادة كبار المسنين بشكل عام، يعني ممكن تعطينا إياها باختصار؟ طبعا بشكل عام مركزنا عبارة عن 2-in-1، 2 في 1. احنا دار رعاية تمريضية للمرضى المقيمين اللي هم تنطبق عليهم شروط الإقامة إنه ما يكون عندهم أقارب من الدرجة الأولى، واحنا دار احنا مركز رعاية نهاري او داي كير سنتر للاوت بيشنتس او المراجعين الخارجيين. المرضى سواء كانوا ان بيشنتس يعني سواء كانوا مراجعين داخليين او خارجيين كلهم يتلقون نفس الخدمات اللي هي الرعاية الطبية، رعاية تمريضية، العلاج الطبيعي، إعادة تأهيل، خدمات التغذية السريرية، الخدمات الاجتماعية والترفيهية. مثل ما أنت عارفة في مركزنا ما نقدر نفصل الجانب الطبي من الجانب الاجتماعي. صحيح، احنا نشوف ما شاء الله عليكم دكتورة دائما يعني فعالياتكم فعاليات اجتماعية ما شاء الله. أكيد، لأن أكيد. إيه لأن احنا نحاول نحن نجذب كبار السن لهذا صحيح. المركز. يعني الشخص الكبير بالسن ما بيجي هذا المركز بس عشان يسوي فيزيوثيرابي ويروح. احنا دائما هالمسج اللي نحاول نوصلها للشخص اللي يزورنا اول مره، نقول له ابوي انت مو بياي بس حق علاج طبيعي وتروح، عقب ما تخلص السيشن مالك ممكن تجلس في الصاله في انت زوار جاي بيتك الثاني، بيشوفونك. يعني ان تحسسونه انتوا عائله واحده وان هذا بيتك بالضبط الثاني. بالضبط، وهذا الشيء اللي صحيح يخليهم يعني يحبون هذا المكان. في عندنا مرضى يجونا از مراجعين خارجيين من تاريخ افتتاح المركز، ما شاء الله، يعني هذا يعني على أنه اتعودوا. مركز صحيح صحيح ما شاء الله، هذا يعني اتعودوا وصاروا هذا يعكس مسؤولينهم. الصراحه اهتمامكم فيهم، يعكس يعني البيئه اللي موفرينها لهم، يعني بيئه اكيد هم الخير جذابه. والبركه، واحنا صحيح يعني نكون جدا سعيدين لما نخدمهم. وانا قلت سابقا، قلت احنا في هذا المركز نحاول نحن نسوي نلبي كل طلبات كبار السن حتى لو ما كانت ضمن نطاق الخدمة مال مركزنا. صحيح. لكن الستاف اللي عندي الحمد لله الكل متفاني والكل حاب انه هو يخدم كبار السن والكل يحتسب الاجر. الحمد لله، صحيح الاجر، وهذا يعني هاي الفئه فيهم الخير والبركه طبعا اكيد اكيد اكيد. فاكيد انا اتوقع نسبه اكيد هاي كفايه دكتوره. طبعا ما شاء الله عليكم دكتوره، اتوقع ان نسبه الرضا عندكم عاليه على الخدمات، الحمد ولا شو لله. رايك تخبرينا عنها شوي؟ فضل من الله سبحانه وتعالى نسبة رضا العملاء كانت 100% في 2016 و2017، ما شاء الله ونتري إن شاء الله تطلع نتيجة سنة 2018. لكن نسبة مؤشر السعادة اللي هو طبعا مرتبط ببوابة حكومة دبي الذكية في شهر مارس كان 98%. ما شاء الله، هذه زعلتنا شوية لكن أنا بقى 100%. إن شاء الله بتحصلون 100%. دكتورة هاي الحين تحفزين أن نسوي لكم زيارة لمركز كبار. حياكم الله، أكيد حياكم الله، شبابنا بيستقبلونكم من عند الباب. أكيد. مشكورة دكتورة سلوى السويدي، استشاري ومدير مركز سعادة كبار المواطنين بهيئة الصحة بدبي. نلقاك إن شاء الله بحلقات ثانية دكتورة سلوى. إن شاء الله، شكرا. شكرا جزيلا. أعزائي المستمعين، وصلنا الحين نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم صحة وسعادة، أتمنى أنها نالت إعجابكم. كان معاكم بالإخراج عيسى سبيل، وبالتنسيق ميرا الغفلي، وبالإعداد حسني البلاونة. هذه تحياتي لكم دكتورة بدرية الحرمي، أتمنى لكم يوم سعيد، ولين نلقاكم باكر بإذن الله أحب أقولكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.